السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد من احدى اشهر اسواق اسطنبول، سوق باكر كوي. هذا من اشهر الاسواق الشعبيه في اسطنبول. اللي بغيت تقدا شي سلعه رخيصه ومزيانه وكاليتي وداك الشيء، جميع انواع السلع. اليوم غندوزو نهار زوين في هذا السوق هذا، بقاو معنا ان شاء الله غنصوروا لكم لحظه بلحظه الاجواء ديال السوق. وما تنساوش ديروا ابوني واشتركوا في لاشين وخليو كومونتير اللي عجبكم هذا الفلوق هذا. ان شاء الله معكم ميمون مغربي في اسطنبول، مرحبا بكم في هذا الفلوق هذا. هادو النظارات، الانواع ديال النظارات كما كتشوفوا هنا، الانواع ديال الشعر. الشعر اللي عندها شي شعر كيطيح ولا عندها شي جيكس بغات تبدلوه بشعر عاوتاني بحال هذا ولا، المهم كل واحد هو حر. كيديروا 250 حتى 300 درهم. كاين هاد الصنادلات هادو كما كتشوفوا، صنادل انواع الصنادل تقريبا هادو ما بين 40 درهم 50 درهم مغربيه، 30 درهم على حسب. هاد الكيطمات حتى هما ما غاليينش بزاف كما كتشوفوا، لي الكورونات وهذا السراول ديال العيالات 40 ليره 50 ليره، يعني 50 درهم 60 درهم. هادو اللي كيشدوا البطن، هادو اللي الطبيين اللي كيشدوا البطن، المشدس ديال البطن. هنا غادي نشوفوا، غادي نمشيو عند مول الدبالج والخواتم. هذا عنده الدبيلجات، يعني تقريبا كيحسب الواحد 25 ليره 30 درهم الواحد، يعني الواحد دونك هذوك مثلا اللي فيه جوج 30 في 30 بحال هكاك. دونك هذوك التركي ما كيمسخوش مع الغسيل، وهذا مزيانين كاين لي براسلي كما كتشوفوا، تويشيات تري صغار وكبار من الاحجام كاملين، خويتمات سناسل. هادو كما كتشوفوا ثمنهم تقريبا 15 درهم 20 درهم، هادو العقيق والسناسل وهذا ديزاكسيسوار دي بيجو اللي كيقدر يديرهم العيالات والدراري الصغار.
انا كنشوفوا الناس مجمعين هنا على هاد السيد هذا، حتى هو كيدير ريكلام، يعني تقريبا السوق كامل ريكلام كما كتشوفوا، ريكلام ديال هاد الصنادل هادو 20 درهم 30 درهم، كلشي جديد، ماشي جوطيات، شي جديد. هادشي اللي كتشوفوا 30 درهم 40 درهم حتى 50 درهم، هادشي كلشي جديد، كلشي جديد، وكاينين حوايج دي كاليتي هنايا مزيانين صراحه. انتم كتشوفوا يعني الغراق ديال الصبابط هنا والانواع، القبعات الصيفيه، كلشي متواجد بهذا السوق هذا، سوق باكيركو كما كتشوفوا. السيكان كاين الاثمنه يعني على حسب انت وجهتك، يعني بادئ من 10 درهم وانت كتجبد حتى حتى 500 درهم 600 درهم 700 درهم على حسب اشنو بغيتي انت. انا ديكورات اللي كيقدر تحطو في الدار، دي فوتو هادو ديال ديكورات بحال هادو، يقدر يصاوب لك فوتو ديالك تما، هادو ديكورات اللي يقدر تحطو حدا التلفزيون، دي زاكسيسوار اللي يقدر يكونوا في فيترينات، دي زاكسيسوار، تصاور، مجسمات، هادو كاملين، ايات قرانيه، احاديث، بزاف ديال المسائل، هادو كيرمزوا للحضاره العثمانيه، التقاليد ديالهم وداك الشيء، المنحوتات الحجريه، ويعني مجموعه من الرخام، مجموعه من المعادن. هنا كتشوفوا السبرديلات، السبرديلات موجودين بكثره والثمن رخيص، يعني بادين هادو من 40 درهم وجبد، لا هما لا تصباب الطالونات اللي كتشوفوا 40 درهم 50 درهم 60 درهم 70 درهم حتى 80 درهم حتى 100 درهم، كاع حاجه مزيانه. ها السيكان ديال العيالات حتى هما بادين من 80 درهم 90 درهم 100 درهم 200 درهم، انت والكاليتي اللي بغيتي والجلد اللي بغيتي والديكور اللي بغيتي، كاين فيهم الصغار الكبار الاحجام مختلفه. هانتوما كتشوفوا يعني كاين دي كاليتي هنا، هذا بالضبط هذا المحل هذا فيه الكاليتي، يعني ماشي داكشي سواقي، شي حاجه كاليتي. هادو الاغلبيه ديالهم 150 درهم من الفوق، هادو دي كاليتي. هانتوما كتشوفوا الصباب هنا كاملين 35 ليره، يعني تقريبا الليره راه كتساوي الدرهم المغربي حاليا، حاليا راه مقادين ما كاينش فرق كبير، دونك حنا غنقولوا درهم، دونك 35 درهم يعني 740 ريال بحال هكا المغربيه، قولوا حنا 700 ريال 35. هادو اللي كتشوفوا هاد السنيدلات هادو دايرين 30 ليره 30 درهم، ها هما صنادل صيفيين زوينين، قلبتهم بيدي مزيانين صراحه، فيهم الانواع السميله اللون اللي بغيتي، من الفوق شفافين، وفيهم دوك لي زاكسيسوار، حاجه مزيانه. هنا استرحنا باش ناكلوا شويه عند مول الشاورما هذا، انا كليت هاد اللعيبات هادو اللي معمرين، داير بحال الملوي ديالنا معمر، خديت هاد اللعيبه هادي معمره بالكفته وبطاطا مسلوقه، ها هي كطيب كما كتشوفوا، هادي اللي فيها الخضوريه معمره بالسبانخ. هانتوما كتشوفوا العمارة تما كيفاش دايره، هادشي كاين عندهم في وسط السوق، دونك كلينا شي شويه، كما كتشوفوا ها هي كطيب السيده.